أشاد اسمه الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة بالمشاركة الشعبية الكبيرة في الاحتفالات التي تشهدها مختلف محافظات مملكة البحرين احتفاء بالعيد الوطني المجيد، والتي أكدت الحب لهذه الأرض والمشاعر الوطنية الصادقة التي يكنها شعب البحرين الكريم للوطن وقيادته. رافعا سموه اسم آيات التهاني والتبريكات لقيادة البلاد الحكيمة، داعيا الله أن يحفظ مملكة البحرين وأن يديم عليها أمنها واستقرارها في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله. جاء ذلك لدى حضور سموه الحفل الذي أقيم برعايته في منتزه خليفة بن سلمان الخليفة بمحافظة المحرق بمناسبة أعياد المملكة الوطنية المجيدة. وأعرب سموه عن سروره بمشاركة أهالي المحرق هذا الاحتفال الذي تم تنظيمه لهذه المناسبة العزيزة، منوها سموه بحسن التنظيم والأعداد لهذا الاحتفال، شاكرا كل من أسهم في إنجاح هذه الفعالية. وفي بداية الاحتفال ألقى السيد سلمان بن عيسى بن هندي محافظ محافظة المحرق كلمة رفع فيها أسماء آيات التهاني لقيادة البلاد بمناسبة الأيام الوطنية المجيدة، داعيا الله أن يحفظ البحرين وأن يحقق لها وشعبها الكريم المزيد من الرفعة والتقدم في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، معربا عن شكري وتقديره محافظة المحرق لسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة على رعاية سموه ومشاركة أهالي المحافظة هذه الاحتفالات الوطنية. كما ألقى العميد زهير العبسي نائب محافظة المحرق كلمة قال فيها إن احتفالنا في هذا اليوم هو امتداد لعراسنا الوطنية ونجاحات متعاقبة على كافة الأصعدة، وهي أيضا مواصلة لأيام المحرق المفعمة بالوطنية والولاء للوطن وقيادته الحكيمة. وخلال الحفل تم إلقاء عدد من القصائد الشعرية التي عبرت عن أسمى معاني الوفاء للوطن وقيادته وتقديم أغنية بهذه المناسبة والعرض البحرينية. بعد ذلك قام سمو الشيخ محمد بن سلمان يرافقه السيد صالح بن عيسى بن هندي مستشار جلالة الملك لشؤون الشباب والرياضة ومحافظ المحرق وعدد من المسؤولين بالمحافظة بجولة في موقع الحفل طلع خلالها على مختلف الفعاليات المشاركة في هذه المناسبة الوطنية.